صباح جديد بأمل جديد، صباح الورد على حضراتكم في حلقة جديدة من صباح الورد. حلقة طبعا بداية الأسبوع، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر طبعا أو بداية بقى شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يبقى عيد سعيد على كل المصريين يا رب وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله. صباح الورد عليك يا حسين. صباح الورد عليك يا سمر، صباح الورد على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين وبألف خير يا رب. وإن شاء الله تكون أيام كده خلينا نقول إعادة إنتاج فيها للأمل طبعا، لأنه إحنا في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله خيرا من هذه الأيام. إن شاء الله تكون أيام بركة على الجميع. وكمان هنقول لكم النهاردة يمكن هنفرد بعض الأخبار وكمان آخر ما يتعلق بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، واسمحوا لي بس كمان أقول لك كل سنة وانت طيبة. وانت عيد طيب يا حسين. سعيد طبعا سنة تمت 19 سنة يا جماعة، مش هنقول ده ونص. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حسين، العمر المديد والنجاح الدائم. شوف يعني شهر كله أعياد وكله حاجات حلوة، يعني إن شاء الله يبقى شهر كله خير وبركة على كلكم إن شاء الله، على كلنا بقى جميعا إن شاء الله يا رب. خلينا نقول كده إن النهاردة المعهد أعلن أن صلاة عيد الأضحى المبارك هتكون الساعة 5:47 في عدد من المحافظات، وتختلف طبعا دقائق بسيطة قبلها أو بعدها عن محافظات تانية. ده طبعا هيكون حسب التوقيت بتاع كل محافظة. خلونا أول قبل ما نقول لكم بقى تفاصيل أكتر عن فقراتنا وأخبارنا، نبدأ بأغنية عن الحج ونرجع مرة تانية. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور لكل طبعا حجاجنا اللي ذاهبين طبعا لزيارة النبي الغالي، وكل سنة حضراتكم طيبين وعقبال المراحش يروح إن شاء الله في السنوات القادمة. خلينا بقى نبدأ معاكم بشوية أخبار برضو إيجابية، وخلينا في الأول كده نبارك لمنتخب مصر للسيدات في كرة السلة اللي فاز امبارح على منتخب أنجولا ووصل لنهائي بطولة أفريقيا للناشئات تحت 16 سنة. إنجاز كبير طبعا. خليني أقول لك يا حسام إن إحنا طول الوقت متفوقين وناجحين إن شاء الله، ويمكن فوز منتخبنا ده خليهم يصعدوا لكأس العالم تحت 17 سنة واللي هتقام في رومانيا 2020 الجاي بإذن الله. وكمان حابة يعني أشيد بكلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طالب إنه يكون في منتخب للسيدات لكرة القدم بالمعايير اللي بتتناسب معانا في مصر. طبعا خطوة هتبقى مهمة جدا لينا، وعايزين نبارك تاني ونقول مليون مبروك لبنات مصر، ودايما يا رب بلدنا محققه كل النجاحات في جميع المجالات ان شاء الله. هما طبعا تاهلوا كمان في منتخب مصر 17 سنه، قدر طبعا ان هو يتاهل وهيروح يلعب طبعا في رومانيا في 2020، وده برضو انجاز اخر زي طبعا ما قلنا. زي ما قلنا صحيح. وكمان خلينا بقى نقول لكم فقراتنا النهارده، هنروح معاكم طبعا اول فقره بمبادره حياه كريمه الجديد فيها. طبعا مبادره حياه كريمه اللي حضراتكم سمعتوا عنها خاصه في ايام الماضيه مع مؤتمر الشباب، هي مبادره بتهدف الى ضمان معيشه ادميه للكثير من المصريين، وبتهدف الى القضاء على ما يسمى بالفقر متعدد الابعاد في الكره الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، بحيث تكون القرى دي بشكل نموذجي تقدر ان هي تتعيش وتتعايش وتكون منتجة لنفسها. هنفهمكم الكونسبت وايه اللي تم او المفهوم وايه اللي تم على الارض وايه اللي هيتم في الفترة القادمة، لان هي مبادرة بتشترك فيها الدولة مع منظمات المجتمع المدني مع المجتمع الخاص مع رجال الاعمال، الجميع بيتكاتف فيها مع المتبرعين من كل اطياف الشعب. النهارده هنكون معانا الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير، واللي كان ليهم دور كبير الحقيقة في المبادرة منذ اطلاقها في يناير الماضي، وقدروا انهم يطوروا مجموعة كبيرة من القرى الأكثر فقرا واحتياجا في مصر. ازاي بقى بيدخلوا البيوت دي وايه اللي بيلاقوه، وازاي حالة ربما بعض الأهالي الأكثر احتياجا تغيرت كثيرا بعد بداية هذه المبادرة؟ كل التفاصيل دي هنعرفها في فقرتنا الأولى عن حياة كريمة. هنشوف صور مفاجأة حقيقة، صور جميلة جدا جدا للمبادرة، وصور قبل وصور بعد. يعني يمكن احنا من فترة حاولنا ان احنا نعرض مع حضراتكم هذه المبادرة، بس النهاردة هنتكلم أكتر في تفاصيلها مع أستاذ مصطفى زمزم. خلينا نقول لحضراتكم فقرتنا الثانية، فهنتكلم فيها عن عادات الأضاحي. هيقدم لنا فيها الدكتور محي المصري أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس الروشيتا بقى الخاصة
بالتعامل مع اللحوم في فترة العيد. التأثير كمان اللي ممكن يصيب الجسم لو زودنا في أكل اللحوم، وإحنا عارفين الفترة دي بتبقى اللحمة جميلة والفتة والحاجات دي بقى الجميلة جدا. إزاي كمان إن إحنا نقي نفسنا من أي مشاكل ممكن تحصل لنا؟ هل في عادات سيئة في ذبح الأضاحي ويعني الطرق اللي بتقدم فيها ولا لأ؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله في فقرتنا الثانية. طبعا في بعض المعلومات احيانا بنبقى ما بنركزش عليها قوي فيما يتعلق بطريقه الذبح المثاليه، طرق التخزين، التعامل مع اللحوم الاضحيه يكون عامل ازاي، ازاي تستفيد منه او تاخد القيمه الغذائيه الاعلى، يعني بعض التفاصيل كده ممكن ما ناخدش بالنا منها لان احنا طبعا بنبدا يومنا بدري جدا. خلينا نقول بنبدا يومنا احيانا بالفته الساعه 10 او 11 الصبح. الصبح الفطار بيبقى فته على طول. طبعا بالظبط، بس مش 9 و10 الصبح يعني. انا اعرف وعندي بعد الرجوع على فكره يعني احنا خلي بالك يعني انت بتقول 9 و10 الصبح وبعد الرجوع من صلاه العيد اصلا، يعني خليني اقدمه اكتر واقول له ان هو ما بيبقاش 9 و10 بيبقى بعد الصلاه على طول. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. يمكن كمان هنتكلم يا حسام عن موضوع الناس لما طبعا كنا متعودين زمان نشاهد يعني نشاهد مشاهد الذبح وبيبقى فيها فرحه او يعني شيء من هذا القبيل، هل ده ما زال موجود؟ وهل ان الناس بتقعد مثلا تحط ايديها وتخمس وتعمل علامه الخمسه وخميسه بقى وكده عشان الحسد على الحيطان، والاطفال ممكن يتعرضوا لهذه المناظر، هل ده صحيح ولا لا؟ هنعرفه اكتر. هنعرف كمان طريقه تخزين اللحوم. انا اعرف بما اني ست بيت شاطره اعرف ان اللحمه المفروض لما تتذبح وتبقى لسه كده مذبوحه المفروض ما تطبخش على طول، هل ده كلام صحيح ولا لا؟ ما اعرفش، بس اعرف ان هي المفروض تخزن في الفريزر الاول تتجمد. انت تضحك ليه؟ ست بيت شاطره دي معناها ان احنا ايوه دي معلومه هسال فيها الدكتور. انت عليكي مسؤوليه في العيد اللي جاي. ايوه طبعا. خلاص يا جماعه هي اتدبست نفسها، فاحنا هنشوف بقى موضوع ست البيت الشاطره ده بما ان احنا قاعدين في العيد هنا. طبعا هنكون مع حضراتكم فهنشوف بقى هتعملي لنا ايه. ماشي موافقه هتدبسك على الهوا. طيب خلينا بقى الاول نروح نشوف ابرز المنشطات والعناوين الموجوده في جرايد النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. يمكن لفت نظرنا منشط الوطن اللي بيتكلم طبعا عن التخفيضات اللي هتتم عشان العيد، عيد الاضحى المبارك، ويمكن عشان كده وزاره الداخليه اعلنت مؤخرا انه بمناسبه قرب طبعا عيد الاضحى المبارك فهتم توفير اللحوم في مبادره كلنا واحد في 649 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه، طبعا هتكون باسعار مخفضه بنسبه 30%، وكمان تم توفير السلع الاساسيه ومنتجات الالبان بتخفيض بيصل
وصل إلى 40% لحد نهاية شهر أغسطس الحالي. كل سنة وحضراتكم طيبين. ودايما يمكن يعني يمكن كلنا واحد، وهذه المبادرة من المبادرات اللي نجحت جدا على المستوى بجميع المحافظات. يمكن برضو عرفنا من فترة مع حضراتكم وتابعنا وعملنا مداخلة مع إحدى يعني أصحاب المحلات التجارية المشاركة فيها، إن الناس حتى عندها إقبال والناس مبسوطة إن فعلا في تخفيض حقيقي بيتم. طبعا دي من الاخبار كمان اللي هنركز عليها ان شاء الله ونجيب لكم تفاصيل اكتر. لكن كمان في المانشيتات كان في خبر كمان مهم جدا فيما يتعلق بقناه السويس، ان هي حطمت كل الارقام القياسيه في تاريخها يوم الجمعه. ليه بقى؟ لانه في يوم الجمعه يمكن عبر اكبر عدد من السفن اللي ممكن يعبر القناه في خلال يوم واحد، تقريبا 81 سفينه بحموله بقى وصلت لاكثر من 6 مليون طن في يوم واحد. ده بيعتبر رقم قياسي بتسجله قناه السويس بالنسبه للعبور في يوم واحد. طيب يعني استكمالا بقى الخبر التخفيضات يا حسام، ولازم يعني لازم نفرح الناس كده على يعني قبول العيد بقى، والعيد جاي خلاص على الابواب. ويعني يمكن زي ما قلنا لحضراتكم التخفيض اللي بنسبه 30% على اللحوم و40% على السلع الاساسيه، ده بيتم عشان التخفيف عن المواطنين، خاصه طبعا مع ارتفاع الاسعار، وكمان ضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاه في الاسعار عشان الدعم يوصل فعلا لمستحقين من محدودي الدخل. طيب خلونا نعرف كده تفاصيل اكتر، ونستأذن استاذ صالح عبد الحميد مدير احدى السلاسل الكبرى المشاركه طبعا في المبادره، في مبادره كلنا واحد. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، الله يخليك. اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. في الاول وحضرتك طيب يا فندم، الله يخليك يا فندم على حضرتك. فيما يتعلق بعيد الاضحى يا فندم، احنا سامعين او بنقول انه في تخفيضات طبعا هتصل ل 30 و40%، لو حضرتك ممكن تدينا فكرة أكتر ده في أي سلاسل، وهل دي فعلا تخفيضات حقيقية ولا لا؟ هو حضرتك طبعا يا فندم دي المبادرة طبعا زي ما حضرتك عارف التامنة على التوالي، بتحس على حضرتك مراقبة الأسعار اللي داخلين في المبادرة، بتشدد عليها شرطة التموين يوميا. كل ما هو داخل المبادرة بترجع حضرتك لموضوع إن هو يبدأوا بيراجعوا التواريخ أو الصلاحيات أو بيشوفوا التواريخ والصلاحيات. طريقه طبعا الذبح، وطبعا حضرتك بيبقى موجود حد من شرطه التموين في طريق في بيبقى في الذبح في السلخانه، مجرد ان توصل الذبيحه او الماشيه عشان تتذبح بيشرف عليها الطب البيطري وشرطه التموين ان هي خارجه سليمه، وان هي بتبقى حضرتك مذبوحه ذبح آلي وذبح نظيف وذبح يقدر يكون على حاجة جودة عالية جدا طبعا من التقنية. نعم. طب فيما يتعلق بالجودة برضو، معلش انت عارف المصريين بيحبوا ياكلوا اللحمة البلدي، اللحمة المتوفرة دي لحوم بلدية مش مستوردة، مش اثيوبي ولا برازيلي ولا الكلام ده، ولا ايه؟ لا طبعا يا فندم، هو في طبعا بتبقى حضرتك حضرتك اسف يا استاذ، بالنسبة للحمه اذا كانت لحمه بلدي فهي بتتذبح في المجازر المصريه، واذا كانت لحمه مستورده كبرازيلي بتستورد بتبقى تحت طبعا رعايه شرطه التموين بعد الافراجات ومراجعه الافراجات ومراجعه العينات ومراجعه ما هو ذلك، واذا كانت لحمه سوداني بتتذبح تحت الاشراف برضك وزاره التموين او كلهم عليهم تخفيضات. كلهم عليهم تخفيضات سعادتك، احنا عندنا الكندوز. طب استاذ صالح احنا عايزين نعرف بعض الاسعار بقى، يعني حسام سال على التخفيض بس انا بقى ست البيت لازم تدخل شويه جوه الموضوع، يعني لو حضرتك تقدر تقول لنا بعض الاسعار او الامثله يعني على اشهر المنتجات. حضرتك طبعا اشهر حاجه الزبون بيدور عليها تحديدا في العيد الاضحى زي ما سيادتك عارفه طبعا الست المصريه طبعا او اللي بيشتري اللحمه الكندوز طبعا، ودي بتيجي في المقام الاول طبعا. هي في العادة بتتباع ب 120 جنيه وب 130 جنيه، وفي بعض الجزار كان هيوصلها 160 جنيه، ولكن شرطة التموين أكدت إن بيعها لا يتعدى نسبة التكلفة بتاعتها، يعني زي ما هي واقفة على السلاسل أو المحلات التجارية تبدأ تطلع بنفس الصورة اللي هي واقفة بالتكلفة. اللي هو كام بقى؟ اللي هو حضرتك 89 جنيه و90 قرش، مش 90 جنيه، 89 و90 قرش. تمام. وبنيجي حضرتك للمفروم البلدي طبعا بيعمل 84 جنيه واللي هو برضو من الكندوز، يعني اللي هو بتوع الترواز زي ما حضرتك قلت يعني. تمام.
وبتيجي حضرتك اللحمه السوداني وما تقلش حاجه عن الجوده المصريه طبعا، ولحمه سوداني لحمه محترمه، بتيجي حضرتك بتتباع في الايام العاديه ب 90 جنيه بنبيعها ب 74 جنيه 75 قرش، وطبعا دي بدون نسبه تحمل على المورد وبتكون بنفس التكلفه اللي هي بتبقى على المورد الصادر عشان المواطن يحس بدخله العيد تحديدا الاسبوع ده. أرقام مشجعة طبعا، وبنشكر حضرتك أستاذ صالح، شكرا جزيلا. وأنا عارفة أن الموضوع أو مبادرة كلنا واحد مطبقة على جميع المحافظات، ونتمنى أن هي تفضل مستمرة حتى كمان بعد الأعياد. طيب مبسوط أنت؟ مبسوط عشان الرقاق واللحمة والكندوز والشاوي والحاجات الحلوة؟ أنت بتقولي أنا ست البيت وأنا اللي هجيب وأنا اللي هبطل. تمسكتها لي بقى. أنا راجل. طب أقول كلمة. أنا أقول كلمة. أنا عايز أدفع، ما عنديش مشكلة أدفع، بس أنت اللي هتعملي. خلاص. طيب نروح نشوف مع حضراتكم أبرز الفعاليات والأحداث اللي موجودة في مصر النهاردة، وهنرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل أخبارنا. تانية، وطبعا احنا النهارده بيبقى احنا بنتكلم على طبعا سيره عيد الاضحى المبارك، فكل مصري طبعا كنا بنسال على اسعار اللحمه. الموضوع ده بقى متعلق جدا جدا باللحمه والاكل في العيد، لان احنا هنتكلم فيها الحقيقه عن رقاق العيد. طبعا كلنا عارفين ريحه الدقيق بعد ما اتعجن وهو داخل الفرن، وطبعا التحضيرات لصينيه الرقاق، وفي اللي بيحب الرقاق طري وفي اللي بيحب الرقاق ناشف، لكن في كل الحالات طبعا الرقاق وجبه اساسيه ووجبة مصرية في طبعا عيد الأضحى المبارك، وليها أصول الحقيقة. ويبص يلاقي أصلا أصلها فرعوني، لكن أصلا أصلها تركي، لكن إحنا المصريين خدناها وعملنا عليها التاتش بتاعنا الرقاق. فالرقاق بتاعنا بقى المقادير بتاعتنا بقى دخلنا عليه اللحمة والزبدة والسمنة والحاجات دي من الشام بيعملوه بشكل مختلف. المهم الرقاق بتاعنا بقى مصري ايه خالص بالتاتش بتاعنا، وعشان كده احنا هنروح بقى ايه لواحدة زي ما بيقولوا كده أسطورة في صناعة الرقاق من الأليوبية، الست أم مجدي مشهورة جدا في الأليوبية ومحيطها، بيجي لها ناس من كل القرى عشان ياخدوا منها الرقاق بتاعها. احنا بقى في صباحة صباح الورد النهاردة هنروح لأم مجدي في الأليوبية، وزميلتنا العزيزة منة هاني هتشوف بقى صناعة الرقاق اللي على أصله، الرقاق البلدي المصري. أهلا بك يا منة. ومنة واضح إن هي قاعدة وأنت مشتركة كمان في، أنت عارفة تعملي رقاق يا منة ولا لأ أصلا؟ اتعلمي بقى. ما اعرفش صراحة، أنا أول مرة أصلا أشوف الرقاق يتعمل كده، ومبسوطة جدا يعني منظر مصري أصيل جدا. الأول كل سنة وأنتم طيبين وأعزائنا المشاهدين طيبين وبألف خير. يعني إحنا عارفين لا يوجد عيد غير بالرقاق، فالنهاردة الاستباحة المرة دي مع أم مجدي صاحبة أشهر محل للرقاق في الأليوبية. إزيك أم مجدي؟ الله يسلمك يا حبيبتي. قولي لنا أم مجدي كده، ليه الرقاق مهم قوي في العيد كده عند المصريين؟ والله إحنا طلعنا لقينا كده المصريين كده وأبهاتنا وجدودنا دي عادة يعني قديمة، وطلعنا لقينا كده قدامنا. بقالك قد ايه كده بتعملي رقاق لحد ما وصلتي لدرجة الشهرة دي؟ بقالي 10 سنين. 10 سنين بتعملي رقاق للمصريين في العيد؟ اه. طيب ام مجدي احكي لنا كده دلوقتي، يعني ايه انواع الرقاق اللي بتعمليه، وموسم العيد ماذا يعني موسم العيد للرقاق؟ يعني بتبداي تعملي الرقاق للعيد من امتى؟ احيانا من ضغط الشغل عليها ببدا من اخر شوال، وساعات من اول ذو القعده عشان ضغط الشغل عليها مطلوب مني كميات كتير،
بيطلب مني رقاق ناشف وساعات رقاق طري. الرقاق الطري ده يعني هما بيستعملوا بيعملوا باللحم زي السمبوكس والحاجات اللي جاهزه دي. وطلب على الرقاق مثلا بيبقى بالشريحه، انا عايزه شريحه رقاق، ولا بيبقى مثلا بالكيلو ولا ايه؟ لا هو لا بالكيلو، بالكيلو. طيب قولي لنا كده يا ام مجدي، ازاي بتعملي الرقاق؟ المفروض ان انا هشارك معاكي في اللي بيحصل ده. انا اول مره اعمل رقاق. ف بنعجنه وبعدين نقطعه زي ما انت شايفه حضرتك كده، وبعدين بقى بنبتدي بقى ايه ننشف بقى كده، ننفذ الرقاق ماشي كده. لما بتستخدمي عصايه خشب عشان تفرديه على الطبليه دي؟ هي لها عصايه، عصايه مخصوص. ماشي وتاني تنشف كده لما تديني اللي انشفها حضرتك دي. طيب قولي لنا كده، بتصحي امتى الصبح بدري عشان تبداي عمايل في رقاق العيد وبالطلبيات الكتيره دي؟ احيانا يعني ساعات وساعات، ممكن 6 ممكن 7 ممكن ابدا 9. بتفضلي لحد امتى؟ في الايام الاخرانيه ببدا لغايه 1. لحد 1 بالليل بتعملي رقاق؟ وبتخلصي كام طلبية رقاق في اليوم كده؟ يعني تقدري حضرتك وبنت حضرتك ورانا هنا بتعمل برضو، بتقدري تخلصي قد ايه؟ والله انا على حسب، مثلا 20 كيلو 15 كيلو، يعني على حسب الوقت اللي فاضي قدامنا. طيب احكي لنا كده يعني مقادير الرقاق عشان تطلع العجينه اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين كده رقيقه كده ويعني هشه خالص. هي دقيق طبعا، وبتتعجن بالعجين وبالميه ورشه ملح عليها وكده، ولما تبقى على حسب السمك اللي انا عايزاه هشتغل بيه، بقطعها بقى واشتغل زي ما انت شايف كده. ها وحسب السمك، حسب مثلا ده رقاق طري ولا رقاق ناشف؟ في ناس بيحبوه رقيق جدا، يعني مش كله. طيب قولي لنا كده دلوقتي، يعني احنا ابتدينا بحاجه قد كده وبقى عندنا شريحه رقاق مدوره كبيره بالشكل ده. انا هجرب اعمل معاكي عصايتي اهي. قولي لنا كده يا ام مجدي، يعني مراحل تصنيع الرقاق بعد ما انت بتفرديه بالشكل ده. انا بحاول افرده اهو، مش عارفه انا بعملها كده صح ولا لا. لا ما انت اشطر مني. يا ام مجدي بتكبر بخاطري على الصبح. قولي لنا كده، بعد ما بتخلصي شرايح الرقاق بيروح فين؟ هل بتسيبيه فتره؟ هل بتحطيه على الفرن على طول؟ لا انا ما بحبش اخبزه على طول، يعني بركنه وبعدين افرده على طبليه وبعدين ابتدي اخبز، لان لو خدت من تحت النشابه وخبزت على طول بيطلع كله دقيق ومكتوم، الرقاق مش كويسه. فكده بقى بستنى ما تتشرب بايه عشان خاطر ايه تطلع الرقاق مفقفقه ورايقه وكل حاجه. عندي الاستعمال الاكل تبقى نظيفه، ما تغطسيه في الشوربه ما تبقاش يعني تبقى معكره، تبقى رايقه وحلوه. ويقبل منك شوربه يبقى حلو ومفلفل في الاكل وكل حاجه. يعني احنا نقدر نعمل رقاق باللحمه، رقاق نحط عليه اللبن صحيح؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بالرقاق كده؟ يعني ناس بعد ما بتخبز ويبقى ناشف بيسقوه في اللبن يعملوا زي ام علي يا منى ماشي، وبتعمل صواني باللحمه المفرومه بتغطس في الشوربه. يا منى فضحتينا، يا منى ما بتعرفيش تعملي رقاق شكلك كده زي الفطير. بصي يا منى، الرقاق مش بتسقي يعني لبن صراحه. مش الرقاق اللي بتسقي لبن يا منى، الرقاق بتسقي شوربه. انا بقى هعمل رقاق وهدوقه لك، بس عايزاكي تجيبيني من ام مجدي. يعني في انا ما بقفش في المطبخ اصلا خالص كده، ومحمد خطيبي لو شاف المشهد ده يعني مره، يعني دي لحظه تاريخيه اصلا دلوقتي. تتعلمي بقى يا ام مجدي، تتعلمي على اصوله. انا عايز اسالك سؤال بس، ام مجدي ليه الناس بتيجي يعني ايه اللي يفرق رقاق ام مجدي عن اي رقاق تاني؟ يعني ليه الناس بتجيلك من القرى المجاوره؟ اشمعنى الرقاق بتاعك؟ انا عايزك تساليها، اشمعنى رقاق ام مجدي؟ ام مجدي اشمعنى الرقاق بتاعك؟ اشمعنى الناس بتجيلك في القليوبيه؟ يعني حضرتك ليكي شهره كبيره قوي هنا، قولي لنا يعني هل بتهتمي بالمقادير؟ بتبقى نظيفه؟ حسب جوده الرقاق او نظافه الرقاق، يعني حاجات كتير قوي الرقاق بتبقى كويسه جدا، مش كل رقاق. منى عايزاكي تسالي ام مجدي، يعني مثلا الرقاق لما اروح اشتريه احس ان هو صابح كده وطازه، يعني هل في علامه معينه او في بيبقى مفقفق حلو؟ ما تخليش وشام قشف ولا اي حاجه، بتبقى الرقاق تلمع وحلوه يعني كده على طول. طب قولي لنا يا ام مجدي، يعني سمر بتسالك في الاستوديو، لو احنا رايحين نشتري رقاق ايه بنبص على ايه عشان نعرف ان الرقاق دي حلوه ولا لا؟ بيبان قدامك الرقاق، حرف الرقاق بيبقى تخين، شكل الرقاق بيبقى مغير يعني كده.
يا شباب شوف الرقاق، شوفي مخليه. احنا دي رقاق دي اتخبزت خلاص، ده رقاق ناشف صحيح؟ دي الرقاق ناشف، شوف عامل ازاي، رقاق رايقه وحلوه وكل حاجه، زي لا شايله دقيق ولا اي حاجه وكده، وتبقى في استقبال الاستعمال، ما تبقاش الشوربه معكره يعني. دي اتكسرت في ايدي. بس بص بيبان قد ايه هم قرمشه صراحه. احنا كل واحده لازم تدوقيه منا. منا لازم تدوقي رقاق وانت قاعده كده. وبنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر حضرتك. انت راجعه بس هات لنا لفتين كده منا وانت راجعه، ووصي ومجدي تعملي رقاق طري من عينيا الاثنين. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا ام مجدي، جميله منا هاني من القليوبيه، من عند بقى اشهر ام مجدي في الدنيا بتاعت رقاق. ويمكن انا عايزه اقول لكم حاجتين، انا بحب الرقاق الطري قوي. استنى بس، وعايزه اقول لتامر حاجه يا جماعه، رئيس التحرير بتاعي، وانا بقول ان الرقاق ما بيتسقيش لبن. الرقاق ما بيتسقيش لبن، اللي بيتسقي لبن ده لو انت عايز تاكله كده بالسكر كده. ايوه طيب، ما هو ده بيتعمل برضه. شفت بقى، لكن اللي بيتعمل باللحمه في العيد كده لازم يبقى سمنه وشوربه. الخبره بتاعت المطبخ ناقص. انا مش هتكلم عن نفسي كتير. طب انت بتحب الرقاق الطري ولا الناشف؟ لا الطري طبعا بجد، انا بحب برضو انا بحب يعني الرقاق برضو من الاكلات، هو والفته يا جماعه من الحاجات الجميله. ويا سلام لو سخن بقى وطالع وريحته حلوه كده. واحنا جوعنا قوي على الصبح، احنا لسه الساعه 9 الصبح يعني، فاحنا خلينا ننتقل مع حضراتكم لطبعا الارصاد بقى وحاله الطقس. ويمكن بقالنا يومين في موجه حاره شديده، ويمكن عشان احنا دخلنا في شهر 8 والناس بدات تخاف وتسال عن درجات الحراره، بالاخص عشان في اجازه طويله جايه. وكل سنه وحضراتكم طيبين، اجازه العيد واللي اعتقد هتوصل ل 10 ايام، وغالبيه طبعا المصريين بيفكروا ان هم يستغلوا هذه الاجازه ويسافروا يا استاذ حسام، ماشي، عشان يستجموا كده وينبسطوا في المصيف. طبعا في نفس الوقت خايفين جدا من ارتفاع درجات الحراره، عشان كده عايزين نعرف ونطمن على الاول، نشوف درجات الحراره ونرجع بعد كده نطمن على الحراره خلال الوقت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى اجازه سعيده وهاديه وجواها حلو ان شاء الله، وما يكونش فيه موجات الحر الشديده. وانا عارف طبعا معظم المصريين ان شاء الله هيسافروا ويستمتعوا، وان شاء الله يكون عندهم وقت حلو للاستجمام. هنروح بقى معاكم للاسماعيليه، وكان في قرار طبعا حضراتكم يمكن قريتوا عنه مؤخرا، انه محافظ الاسماعيليه اللواء حمدي عثمان قال ان هو هيقفل جميع القهاوي في المحافظه بعد الساعه 1 صباحا في فصل الصيف، وبعد الساعه 12 مساء لو حضرتك في وصل الشتاء، علشان من وجهة نظره انه ده هيساهم في الحد من ارتفاع حالات الطلاق في المحافظة. خلونا طبعا هنتكلم وندردش، بس خلونا نروح نشوف التقرير ده على ارض الواقع ونشوف تتفاعل معاه ازاي، ونرجع مرة تانية. ده افضل
حاجه عملها، وكان المفروض ده يبقى من ساعه ما استلم، لان هو بلغ بان الموضوع ده في شهر واحد في اول السنه الجديده النظام ده هيتنفذ. فطبعا ده افضل قرار عمله بحيث ان هو هيحافظ على البيوت، ان الرجاله ما تقعدش بره البيت لحد بعد 12، ويحافظ على الشباب. الشباب بقى بتروح البيت تشوف طلبات بيتها، تشوف طلبات اسرتها، هيلم الاسره شويه. الاب هيشوف ابنه، الام هتشوف ابنها على الاقل. مش هيبقى التلاقي عباره عن اوقات صغيره جدا في خلال اليوم نظرا للشغل او الحياه عامه يعني اللي بتاخدنا. حبه اللي هم بتوع بالليل دول هم اللي ممكن نعرف نشوف بعض. يعني احنا كنا موجودين فعلا اثناء صدور هذا القرار. سياده المحافظ ليه وجهه نظر يعني ان الراجل يبقى في البيت بدري، وان الست الاسره المصريه ترجع تاني متالفه مع بعضها. انا مع القرار ان تتقفل بدري بحيث ان الناس بترجع لبيوتها، بيقعدوا مع اولادهم، بيقعدوا مع زوجاتهم، بيشوفوا مشاكلهم، بيحصل تواصل اجتماعي بينهم وبين بعض، بيحصل موده، بيحصل حاجات كتير. اما ان كل واحد يقعد ويمسك اللاب ويقعد يلعب لغايه الصبح يجي له اكتئاب، ده كلام طبعا بيؤدي لنتائج خطيره جدا جدا، وملهاش لازمه ان انت تقعد بعد الساعه 1 او 2 بالليل. هتقعد تعمل ايه؟ انا ضد القرار تمام، لان الشباب طبعا بتروح البيت ما بيعملوش حاجه في البيت غير هم بيفضلوا قاعدين على النت على الموبايل بقى وبتاع، ما بيعملوش حاجه في البيت غير ان هم كلام بقى مع بنات بقى وبتاع وسهرانين تاني يوم الصبح، ممكن يطبقوا تاني يوم برضو كمان عادي. فالقهاوي والكافيتيريات وبالنسبة لهم دي يعني زي بيتهم ممكن احسن كمان. والحقيقة انا مع رأي المحافظ في قفل القهوة لحد الساعة 12. اولا بيساعد الشباب على ان هم يقوموا بدري للشغل، ما يبقاش فيه سهر، بتبقى الدنيا خطر اصلا بالليل والتجمعات دي بتبقى مش كويسة، حاجات كتير بترتب على الموضوع ده. يعني مفيش حاجة اسمها راجل بيرجع متأخر وسبب الطلاق. الست بايديها تخلي بيتها سعيد وفرحان، والست اللي بايديها تخرب على نفسها في قلب البيت. مفيش حاجه اسمها طلاق وايه القهوه اللي تخلي المراه تتطلق منها. لا، قرار لازم فيه تعديلات شويه، يعني زود الساعه، خليها الساعه 2:30 مثلا. احنا اسماعيليه مدينه ساحليه، بنشتغل في الصيف، خلي القرار ده في الشتاء. الشتاء جميل قوي، الساعه 1 ماشي في الشتاء ماشي. اسماعيليه معروفه اللي هي في الشتاء بتنام نايمه. دلوقتي القهاوي دي في كهرباء وفي غاز وفي 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 كل ده كله الناس بتدفعه مضاعف، زائد الورديه اللي بتشتغل بالليل ديت فاتحين بيوت. وبعدين احنا مش هنحل مشاكل الاسريه على حساب قهوه. طيب احنا شفنا حضراتكم اراء مختلفه، ويمكن في يعني حاله برضو من الجدل خلينا نقول، وان كان في ناس والسيدات مرحبات. يعني انا خدت بالي ان معظم السيدات مرحبات بالموضوع. انت ايه رايك؟ يعني خليني انا هاخد وجهه نظرك كست، هل ده ممكن بس بشكل او باخر؟ خليني اقول لك ان يعني احنا طبعا يعني من باب الهزار بس عايزين نقول لكم على الكوميكس اللي كانت يعني بتنتشر خلال يعني القرار ده لما بدا ينزل، ان الناس قالت ان كده نسب الطلاق هتزيد، يعني الراجل يرجع بدري النسب الخناق يزيد والحاجات اللي انت عارفينها دي، فنسبه الطلاق كده مش هتقل، بالعكس دي ممكن تزيد. فخليه قاعد براحته شويه، احنا عايزينكم تتبسطوا. الخداء يزيد ونشتكي بعد كده من الزيادة السكانية زي ما حضراتكم عارفين وبتاع. فإحنا عامة هو طبعا ده قرار من وجهة نظر السيد المحافظ ممكن يكون بيساهم، طبعا هم أدرى بظروف الإسماعيلية من أي حد. لكن خلينا أقول لكم أن الإسماعيلية تحديدا في إحصائية جت في المركز الـ11 في مستوى الطلاق على مستوى الجمهورية، لكنه برضو مؤشر خطير بالنسبة للإسماعيلية، لأن عدد السكان قليل تقريبا ما يقرب من 350 ألف نسمة. نسب حالات الطلاق هي 1722 حالة، وبالتالي دي نسبة كبيرة بالنسبة لعدد السكان. خليني أقول لك إن كان في 11 ألف حالة طلاق خلال 3 سنوات، يعني آخر 3 سنوات الإسماعيلية سجلت هذه النسبة. وزي ما حسام بيقول الإسماعيلية بلد صغيرة وسكانها قليلين. النسبة الأولى دي في شهرين. خلينا يعني لو هنفكر أكبر يعني أو بقى نطلع بره الصندوق شوية، يعني زي ما حد كان من المواطنين قال إن يعني
بروح القهوة أو لأ، ده أعتقد ما يفرقش كتير في إن أنا أطلق زوجتي أو لأ. يعني خلينا نقول برضو إن إحنا مش هنعلق زي ما بنقول كده على شماعة الزروق، إيه بنعلق إيه على إيه، في حاجة بنتلكك بيها دايما ونقول إيه أنا هطلق أصل هو ما بيرجعش البيت، أصله بيقعد مع أصحابه، أصله بيقعد على القهوة. أعتقد ده مش بيبقى سبب رئيسي نهائي يعني حقيقي. أكيد أنا عمري ما هطلق من جوزي عشان مجرد إن هو بيتأخر بالليل أو بيقعد على القهوة مع أصحابه يعني، ولا إيه رأيك؟ عشان دي ست عقلة بس. على أي حال أو أنا عشان أنا مش متجوزة. ده اجتهاد بالقائمين على الأمر في الإسماعيلية، لكن بالتأكيد الموضوع محتاج دراسة أعمق وأشمل بيشارك فيها الكل وتحليل للظاهرة، لأنه الناس يعني في رأي كتير أنه طبعا مش ده اللي هيكون سبب الحقيقة في انخفاض معدلة الطلاق أو زيادتها. طبعا في عوامل كتيرة مختلفة، وخلينا نقول أنه الموضوع مرة تانية يحتاج إلى الدراسة، وخلينا نقول إخضاع الظاهرة للمنهج العلمي التجريبي، ونشوف ده بيحصل ليه بشكل حقيقي واقعي، ونحاول نحل المشكلة من جذورها. وده رأي أهل الإسماعيلية، وهنشوف وأهل القاهرة بقى. ما اعتقدش ان طبعا ممكن نطبق ده في القاهره، يعني هيكون صعب شويه، بس يعني خلينا نشوف الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه. ماشي يا حسين. طبعا بنفرح مع حضراتكم دايما لما بيكون في تكريم لرموزنا في المجالات المختلفه، مؤخرا مثلا اداره مهرجان القاهره السينمائي الدولي ايضا بتدرس تكريم الناقد الكبير يوسف رزق الله، يوسف شريف رزق الله طبعا اللي رحل عن عالمنا يوم 12 يوليو اللي فات. اداره المهرجان أعلنت تقريبا خلاص أنه هيتم إطلاق اسمه على الدورة 41، بجانب الاحتفاظ أيضا باسمه كمدير فني للمهرجان، وهيقوم أيضا نائبه الناقد أحمد شوقي بمهامه كمدير فني لمهرجان القاهرة السينمائي. يوسف شريف رزق الله قامة كبيرة جدا تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، وهو واحد من اللي ثقفوا الشعب المصري حقيقي فيما يتعلق بالسينما العربية والدولية، وكمان قدم لنا يمكن لأول مرة من خلال طبعا نادي السينما وعديد من البرامج المهمة، قدم لنا طبعا يعني رواية مختلفة جدا عن الفن والسينما العالمية. طبعا الراحل يوسف شريف رزق الله اللي قدم طبعا العديد من البرامج السينمائية من خلال شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، زي مثلا نجوم وأفلام، كلنا كنا على القناة الثانية بنتفرج على الحاجات دي، تلي سينما، وكمان شغل منصب سكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1978، وبعد كده كان مديره الفني منذ عام 2000 إلى أن رحل عن عالمنا. طبعا خلينا ناخد تفاصيل أكتر مع أستاذة رشا حسني الناقدة الفنية مبرمجة مهرجان القاهرة السينمائي. صباح الورد عليك يا فندم. بستأذن حضرتك بس لو نعلي صوتنا شوية. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح النور وأهلا بيكي. وإيه رأي حضرتك في خطوة زي دي؟ طبعا هو تكريم يستحق الأستاذ يوسف. أنا يعني أحد اللي أسعدهم الحظ الحقيقة بالشغل في مهرجان القاهرة من 2016. كنت لمدة 3 سنين رئيس تحرير الكتالوج اللي كان تحت إشراف مباشر الأستاذ يوسف، والسنة دي أحد المبرمجين المسؤولين عن برمجة الأفلام في المهرجان. أستاذ يوسف الحقيقة زي ما أستاذ يعني لسه قايل كده دلوقتي حسام، قيمة كبيرة جدا 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 في مجال السينما المصرية وفي مجال الثقافة السينمائية والتثقيف السينمائي في مصر، مش بس البرامج والإعلام. أستاذ يوسف الحقيقة كان يعني رجل مولع بفكرة الأفلام وفكرة السينما والتثقيف السينمائي، كان واخد على عاتقه كده دون يعني من غير شعارات ومن غير ما يقعد يقول أنا بعمل وأنا بعمل، هو كان دي رسالته في الحياة يعني. وكان الحقيقة يعني بيستغرب جدا من كتر يعني ما كان شخص متواضع جدا، من كتر ما كان شخص راقي ومحترم بدرجة لا يمكن وصفها الحقيقة، كان بيستغرب من لما يلمس التأثير ده على الناس، التأثير اللي هو عمله، تأثير البرامج اللي هو عملها على الناس، خصوصا الشباب الصغيرين. وكان يقعد يسأل طب وانتوا شفتوا الحاجات دي ازاي، هو انتوا شفتوا الحاجات دي فين، انتوا كنتوا صغيرين في السن ازاي شفتوا الحاجات دي. فالحقيقة هو قيمة جميلة جدا، ويكفي مقالات وحديثه كمان عن كل مهرجانات الدنيا، كان بيقدم للمصريين صورة
مختلفة في وقت ما كناش فيه منفتحين على خلينا نقول مهرجانات السينما العالمية الأوروبية بشكل خاص. هو كان بيقدم لنا السينما الأوروبية والسينما الآسيوية، ويعني كان بيودي أيضا المصريين في سكة مختلفة غير تمام. تقليدية عن متابعتهم طبعا لأفلام هوليوود. كان يعتبر هو الشباك بتاع الجمهور المصري اللي كان بيقعد قدام القناة التانية في التلفزيون المصري، كان هو الشباك ليهم على السينما العالمية في العالم كله. كان بيروح يعمل تغطية المهرجان. كان فتخيل حضرتك انه حد يعني مواطن مصري قاعد قدام التلفزيون قدام القناة التانية بيشوف تغطية فيديو لمهرجان كان، بيشوف حوارات مع فليني، بيشوف حوارات مع أهم وأكبر المخرجين في تاريخ السينما العالمية يعني. وكما نعلم انه احيانا كان يعني بيروح على دفاقته الخاصه وحسابه الخاص لمجرد انه كان بيبذل قصارى جهده في اتمام المهمه على اكمل وجه، لدرجه انه في سنين كان لما لقى انه تكاليف سفر كرو او يعني معدين ومصورين من التلفزيون المصري هتبقى مكلفه، فراح شاف كواليس مهرجان كان تحديدا، وعارف انه في شركات هي بتأجر المعدات وبتعمل التصوير والحاجات دي بره، فاتفق مع احد الشركات دي بره ووفر على التلفزيون المصري تكلفة سفر شخصي يعني ناس وتأشيرتهم بالمعدات بكل الحاجات دي كلها. هو كان الحقيقة شخص متفاني جدا في عمله ومحب جدا عمله، ما كانش بيتكلم كتير، كان بيعمل وكان كل الناس اللي حواليه بتتأثر بما يفعله مش بما يقول. والحقيقة كان معروف يعني عنه كمان الاجتهاد والشغف الشديد والعمل لساعات طويلة. أنا عايز أقول لحضرتك لحد آخر يعني قبل وفاته بحوالي 3-4 أيام كان في اجتماع في المهرجان، وكان أستاذ يوسف متابع كل التفاصيل الخاصة بكل الأفلام اللي كانت موجودة في المهرجان. ربنا يرحمه وإن شاء الله تكون لفتة طيبة من مهرجان القاهرة السينمائي تكرم اسمه. وأعلنوا كمان عن إجراءات ستستمر يعني لعدة دورات أيضا لضمان استمرار تكريم اسم الراحل الناقد الفني الكبير يوسف شريف رضا الله رحمة الله عليه. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ رشا حسيني الناقدة الفنية، بنشكرك يا فندم شكرا جزيلا. طيب نروح مع حضراتكم لفاصل، لكن هنسيبكم في الفاصل كده تستمتعوا شوية مع بقى إيه خلينا نقول إنتاج وإبداع عائلة الحجار الذي لا ينتهي. المرة دي هنروح للابن بقى الصياح الحجار، وهو عامل كده يمكن توزيع مختلف او غناء مختلف لاغنيه مش نظره وابتسامه، طبعا الفنانه سيمون لو حركه فكره، بس هو غناها بطريقته الخاصه وبصوته طبعا الجميل وباداء مختلف. خلونا كده نستمتع شويه ونرجع لكم بعد الفاصل. وضحكة بشوشة على وشوش. في مصريين يدوب عايشين نفسهم عزيزة وطلباتهم قليلة، ولما تسألهم عن الأحوال ما تسمعش منهم شكوى، وما فيش على لسانهم غير الحمد لله. أحمد ربنا وأشكره على كل شيء موجود. والله الحمد لله مش ناقصة أي حاجة، فدم إحنا في نعمة كبيرة من عند ربنا والله. رضا الحمد لله، حمدينه على اللي جابه ربنا. نشكر ربنا الحمد لله، دايماً على كل حال نشكر ربنا. طب يا حاج نفسك في إيه؟ يا حاج ده حقك. اطلب. قول اتمنى. انا مش نفسي في حاجه غير ان ربنا يدينا الصحه كده واشتغل. نفسي اشوف ولادي احسن مخاليق الدنيا. نفسي يوسف يخف بس. نفسي حد يتولى في علاجه. نفسي اعمل عمليه في عيني. نفسي اعمل عمره يا حج. دي امنيه حياتي ان انا اعلم ولادي واطلع الحج. نفسي يعني الدوله تهتم شويه بالفقير يعني. طبعا الفقيره دي يعني مش هقول. مصر ما بتنساش ولادها وعارفاهم وحافظه جمايلهم، والنهارده فيها شغل من النار وناس بتشتغل ليل نهار، وكل المصريين اللي قادرين بيساعدوا علشان نأمن لكل المصريين الحياة اللي يستحقوها. حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة هتهتم بكل تفاصيل حياة المصريين المحتاجين، صحتهم وعلاجهم، بيوتهم ومرافقهم، أكلهم وشربهم. هنساعدهم يشتغلوا ويعلموا ولادهم واللي فقدوا أهلهم. المبادرة هترعاهم علشان يبنوا حياتهم، وده حقهم علينا
إننا نرعاهم وندعمهم علشان يعيشوا حياة كريمة. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما رغيب. حياة كريمة مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، والحديث ما زال مستمر عن مبادرة حياة كريمة اللي دعا عليها السيد رئيس الجمهورية في يناير الماضي. وهي زي ما قلنا لحضراتكم مش مبادرة أيضا حكومية فقط، لكن هي مبادرة بتشمل كل قطاعات المجتمع، بيشارك فيها المجتمع المدني، المجتمع الخاص، رجال الأعمال، المتبرعين، والشباب أيضا ليهم دور مختلف فيها. وخلينا نقول أنه من أبرز من ساهموا فيها وبدأنا فعلا نشوف نتيجة على الأرض كان طبعا مؤسسة صناع الخير. ويمكن لو سمر كمان تفتكر كنا عرضنا لحضراتكم بعض الصور الجميلة الحقيقة من بعض قرى الفيوم اللي اشتغلوا عليها وحاولوا كمان في اجتهادهم ان يكون كمان منظر مش بس رفع لمستوى المعيشة، لكن يكون منظر جمالي ممكن يفتح على أهل القرية دي برضو سكة رزق، أو على الأقل يديهم نوع من أنواع البيئة الجميلة اللي ترتقي أيضا بالذوق وترفع من الروح المعنوية. احنا هنستمر محركم في رصد ما يتم على الأرض من خلال صناع الخير وغيرهم أيضا من المنظمات أو المؤسسات المشاركة. هنوري لكم بعض الصور فيما تم تنفيذه على الأرض، وهنقول لكم أبعاد هذه المبادرة خاصة بعد إعلان المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء عن أيضا ازدياد معدلات الفقر بواقع 5%. فازاي المبادرة دي تقدر بشكل أو بآخر توازن من هذا أو توازن هذه الأرقام. هيكون معنا النهاردة الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير المتميزة الحقيقة. أهلا بحضرتك صباح الورد يا فندم. أهلا بيك صباح النور. أهلا وسهلا بيك أستاذ مصطفى، ومشرفنا دايما وبنحييك على الشغل الرائع ده. وخليني في الأول أستاذ مصطفى أسألك، إزاي الفكرة جات لكم وإزاي بدأتوا تشاركوا كصناع الخير في مبادرة زي دي؟ الحقيقة الأول خليني أشكر حضراتكم، لأن دايما إحنا يمكن في انطلاق مبادراتنا بيبقى موجودين مع حضراتكم نقول على كل الجديد في الأنشطة الخاصة بالمؤسسة. احنا كنا بدأنا من فترة قريبة من حوالي 6 شهور او يمكن 7 شهور فكرة مشروع قرى الامل، ان احنا عاوزين نغير من شكل ومضمون القرى الاكثر احتياجا، ان يبقى في بارقة امل للاهالي اللي داخل القرى ديت من تطوير بيوت، من مشروعات تنموية. فكانت فرصة عظيمة جدا ان نلاقي السيد الرئيس بيطلق الفكرة مبادرة حياة كريمة اللي احنا كنا نتمناه ان يكون في تعاون ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدوله. وده الحقيقه كان فارق معانا بشكل كبير جدا، لان احنا كنا ممكن ننزل نشتغل في قريه فمحتاجين تراخيص وموافقات ومحتاجين بعض المنشات الحكوميه زي ما بنقول. صحيح، لان احنا كانت مشكلتنا كمان اكبر من فكره ان انا اطور البيوت او اوفر مشروعات تنمويه. انا عندي خدمات حكوميه داخل القرى دي من وحده صحيه محتاجه تطوير ورفع كفاءه واجهزه واطباء، ما نقدرش نعمل ده لوحدنا كمجتمع مدني. فبالتالي كنا لازم نخاطب السيد المحافظ ونخاطب رؤساء المدن والمراكز والقرى انه يبدا يكون في، لكن الموضوع بيكون قرار اصعب من الاجهزه التنفيذيه داخل المحافظات. لازم توجيه من الوزارات. فهنا حصل التشبيك المطلوب، ان انا انزل القريه زي ما كان السيد الرئيس بيطلب. انا مش عاوز اخرج وسايب لهم جزء ما اتعملش. على سبيل المثال مصر او القرى دي محتاجه لا يقل عن 250,000 فصل. ده مليارات، فمش هيقدر يتوفر الدولة لوحدها. طب معلش أنا أتوقف عند الحتة دي عشان نشرح للناس، لأنه هما بيسمعوا عما ما يسمى بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد. مظبوط، وده اللي أنتوا بتشتغلوا عليه. هي صحيح، مش مجرد مساعدة، هي أنتوا بتعطوهم فكرة الحياة الكاملة اللي مزبوط. هي تقدر تدعم نفسها بنفسها. مظبوط. إزاي بقى يعني؟ إحنا الحقيقة بننزل أول شيء، يمكن حكم ما تشوفوه في الصور، بيكون البيت قبل التطوير. ياريت الناس تبقى معنا شايفة السؤال. لو ممكن نشوف الصور مش طبعا مش بيوت يعني. إحنا نبقى شايفين حاجات زي العشش أو حاجة غير أدمية على الإطلاق. فبالتالي عنده أولاده وعنده زوجته وعنده والده عايش معاه في البيت. فبنبدأ، لا ده يمكن بعد التطوير، أنا عاوز أشوف الصور اللي قبل التطوير، لأن ده اللي هيدي الفرق الشاسع اللي بيحصل. إيه ده بعد التطوير؟ إحنا الصور قبل التطوير هتبين الوضع بيبقى عامل إزاي. إحنا بندخل البيت مهدم شبه مفيش، ده يعني ده منظر حمام قديم مثلا، ده بيبقى استعمال كده مش مفيش شكل،
من الطمأنينة حتى للأطفال اللي عايشين طبعًا في البيت. ده سقف مثلا. سقف احنا كنا بنلاقي طبعا بعض الحشرات ويمكن يعني بيسبب لهم مشاكل كبيرة طبعًا. جدا بدأنا نتحرك. أو المطر كمان أثناء الشتاء. طبعا في المطر ده داخل البيت باستمرار. يعني ده سقف منخوص يعني. بالظبط كده. مش متسقف. وده الحقيقة طبعًا. كمان احنا كنا عرضنا ده على سيادة الرئيس في 2014 في أحد اللقاءات معاه. وكان مشغول جدا ازاي نوصل في يوم ان مفيش حاجه اسمها في ال 4700 قريه مثلا مفيش حاجه اسمها بيوت تكون بالسقف كده. ما كان عشان نكون صادقين اكتر احنا كان الجهود اللي بتحصل من الجامعات الاهليه كلها جهود متفرقه. النهارده انت قادر حضرتك تقعدي على ترابيزه واحده في 14 او يصل النهارده ل 20 جمعيه اهليه من الجامعات الاهليه الكبار اجتماع واحد قرار واحد ومشتغل في سياق واحد مفيش عشوائيه بقى في الشغل. الحكومه بتشتغل في جهه والقطاع الخاص بيشتغل في جهه والمجتمع المدني في جهه. لا تعالوا كلنا احنا محتاجين مين؟ محتاجين وزاره التخطيط لان في قرى معمول لها ميزانيات وفي قرى مدروس لها من وزاره التربيه والتعليم ان في مدارس والهيئه الابنيه التعليميه تشتغل عليه. طب انا هنفترض الرئيس يمكن سال سؤال مهم جدا قال طيب انا لو المدرسه لو عدد سكان قريه زي الخرطوم مثلا في البحيره اللي كان زميلنا جوزيف بيتكلم يوم المؤتمر عنها بيقول ان عدد سكان قليل. طيب هي مدرسه ابتدائي واحده هل عدد سكان قليل ده اقدر اعمل مدرسه ثانوي واعدادي؟ تكلفه عاليه جدا والعدد قليل. فاحنا بدانا نفكر وعرضنا ده على معالي وزير التضامن ومعالي وزير التربيه والتعليم ان احنا نبدا ناخد المدرسه نفسها الابتدائي دي فتره مسائي نبدا ندخل لو فيها اربع فصول او خمس فصول يبقى فصلين للاعداد وفصلين للثانوي لان هم العدد بيقل برده ما بيزيدش للاسف. فهنا احنا عندنا حلول غير تقليديه شويه هنجيب فرق عمل يشتغلوا مع المدرسين نعمل مدارس مجتمعيه اللي هي ذات الفصل الواحد او الفصلين. فهنا احنا بنقلل التكلفه على الدوله في نفس الوقت انا ما سبتش او تركت الاطفال بدون تعليم لان احنا لو طورنا البيوت وعملنا مشروعات تنمويه هيعتمد على نفسهم ولو سبنا الولاد مش متعلمين مش هيحافظوا على الشغل. خليني اقول لحضرتك نقطه ثانيه احنا ليه الفجوه حصلت ده او ال 5% اللي زادوا الاصلاح الاقتصادي اللي بيحصل في الدوله او رفع الدعم عن المحروقات ده بيعمل فرق شاسع في الخدمات لدى الطبقه اللي هي الدنيا وهنا اللي توفر من رفع الدعم ده بدا يضخ في التامين الصحي الشامل والحياه كريمه ومبادرات اخرى زي نقل المناطق العشوائيه اللي بتحصل في الاسمرات والمحروسه والبرج وغيط العنب انا اسف في اسكندريه. وهنا بقى المشروع ده مكمل لفكره المناطق الخطره اللي هي المناطق العشوائيه ان مشروع تطوير القرى ده اللي كان اهالينا على فكره عندهم شكر وبيحمدوا ربنا بشكل كبير جدا مش ناس حتى يعني اللي هم متعلق يعني بالمناطق الخطره انا بتكلم على كمان القرى الاكثر احتياجا. احنا عمرنا ما شفنا حد مثلا من القرى دي خارج في ثوره او خارج ان هو غاضب على الوضع اللي عايش بالظبط بالظبط. احنا مشكلتنا يمكن مع احترامنا الشديد لكل اهالينا في المناطق اللي كانت الخطره دي ان رئيس الوزراء قال انه تم نقل مليون اسره بنهايه السنه دي هيبقى اتنقل مليون اسره الخطر. بس هو يمكن اشار انه التحدي كبير في المناطق الريفية وده أنا عايز أسألك فيه برضو خاصة ما يتعلق بالخدمات زي مثلا الصرف الصحي. صحيح صحيح. وقال إن المزارع ضعيفة في عموم احنا 35% مغطى فقط 35% رغم ارتفاع النسبة. وده ياخدني بقى لسؤال حضرتك. طيب انتوا بتخشوا القرية وانتوا يمكن بدأتوا في بعض القرى في الفيوم وقنا مظبوط والبحيرة وأسوان وأسوان هل بتدرسوا حالة القرية كلها؟ هل حضرتك بس المسؤول عن القرية دي بيتشارك معاك حد؟ بتتخططوا الموضوع ازاي وبتسيبوها عامله بقى ازاي؟ خليني على اي اساس برضو تم اختار الاربع قرى دول الاول؟ احنا مش بنختار. احنا اللي زي ما حضرتك حكيت احنا بنقعد على ترابيزه واحده كلنا كجمعيات اهليه مقسم عليهم القرى. في جمعيه بتاخد 10 قرى حسب امكانياتها وقدراتها وعدد فروعهم في المحافظات. في جمعيه بتاخد 5 وفي جمعيه بتاخد قريه وفي جمعيه بتاخد 4 حسب الامكانيات المتاحه. هنا الوزاره التضامن الاجتماعي دكتوره غاده والي بدات في اول اجتماع بتقسيم القرى ووجود ملف كامل من الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء ومن قاعدة البيانات الموجودة ده الوزارة من مشروع تكافل وكرامة عندهم دراسة اللي تم وضعها بالضبط. عندهم دراسة كاملة بمين القرى الأكثر احتياجا اللي هي درجة الفقر فيها تتعدى 70% وبالتالي احنا هنا بنشتغل مرحلة أولى 277 قرية اللي هيوصل التكلفة فيهم في صرف ومدارس وخدمات حكومية وتطوير منازل والآخر تتعدى 13 مليار جنيه وهنا احنا ماشيين 277 قرية بس
من ايه يا فندم؟ ده في 277 قريه. 277 قريه لان حاجه 4700 قريه تقريبا. بالظبط. تكلفه ضخمه. لان خلي بال حضرتك انت لو بتتكلم على تكلفه صرف صحي فقط وراصف طرق ومدارس ومنشات حكوميه ده لوحده يتجاوز ال 6 7 مليار جنيه. يعني 277 قريه محتاجين 13 مليار. بالظبط. 13 مليار. وهنا كان الرئيس بيتكلم في الجزئيه دي لما وزيره التخطيط قالت احنا واضعين ميزانيه مبدئيه 5 مليار متوفرين. طبعا وزاره الضمان بتشارك بجزء وبعض رجال الاعمال بداوا يشاركوا والجامعات الاهليه كمان بتشارك. انا مش داخل بس ان انا متلقي تمويل، انا داخل ان انا وزاره الضمان دلوقتي بتساهم معايا بنسبه 80%، انا بساهم في هذا المشروع ب 20%. ليه بقى كمان؟ انا عاوز دايما كل عضو بيشتغل في هذا المشروع بحس ان هو صاحب المشروع. النهارده انا مش بتلقي تمويل من الدوله واروح انفذ مشروعات وانا هسيب القريه وامشي، لا ده انا هتابع القريه دي لمده تصل ل 10 سنوات. فانا هسيب القريه فيها مدرسه، فيها خدمه صحيه، فيها خليني بس اقول لحضرتك في جزء المدرسه. مش ممكن نقدر نعمل في كل القرى مدارس. كل القرى. انا ممكن زي ما كان الجزء اللي اتقال من السيده وزيره الضمان الاجتماعي ان في قرى لها نجوع وعزم هنشتغل عليه، ففي قريه ام هي فيها مدرسه. حلو. العزم والنجوع دي بينهم بعض كيلو مثلا، مش نقدر نعمل في العزم. ممكن الولاد يروحوها. مظبوط. طيب وده ماشي على فكره، مش محتاج مواصلات. ماشي. طب استاذ مصطفى، حضراتكم بتعملوا حاجات كتير جدا عشان العيشه تبقى فعلا عيشه كريمه. مظبوط. عايزين نعرف ايه هي محاور المساعده بتاعه القرى. خليني اقول لحضرتك احنا منزلنا مثلا على سبيل المثال دي قريه دار السلام، دي كانت اول قريه تجريبيه او نموذجيه نبدا نشتغل عليها. طيب. حتى الان الفريق العمل شغال فيها في 35 منزل، احنا خلصنا عدد صغير من المنازل. يعني المنزل بيكون بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بنعمل مسح شامل للقريه، مين الاسر الاكثر استحقاقا، لان في اسر قادره في القريه. مش كل القريه بتكون فقيره. اللي عنده بيت ادمي وسليم وفي كل الخدمات خلاص، ده مش من ضمن الاسر المحتاجه. احنا بنبدا نحدد مين اللي هم الارامل والايتام والمعاقين وكل بالظبط. فبناخد الدراسه دي مع الدراسه اللي موجوده معانا من الابحاث الاجتماعيه من وزاره الضمان الاجتماعي، بنطبق الاثنين ببعض. بيكون معانا تواصل مباشر مع الغرفه المركزيه للمبادره. بنبدا خلاص تم الاختيار في 100 اسره من 1000 اسره داخل هذه القريه. ده بنشيل البيت بالكامل ان كان محتاج اعاده اعمار، ان كان محتاج بس مجرد سقف هيتعمل ودهانات وشبابيك. بنفرش البيت بعد ما شفت يمكن الاجهزه هنا، احنا بندهن ونعمل كل والسقف الخرسانه ونعمل بنجيب الاجهزه كمان. بنجيب الاجهزه كمان، فرش الاجهزه حتى السراير احنا شايفين سراير والكنب بتاعهم بيحتاجوه الشكل اللي بيطلبوه. وكمان في ناس تقول انتوا ليه مش عاملين حمام، عاملين لهم حمام اللي هو الشكل الخاص بالريف، هم بيطلبوا كده. يعني هم مش عاوزين الحمام الجديد او الحديث اللي موجود في المدينه. هم طالبين شكل معين. طبعا في عادات وتقاليد احنا بنحافظ عليها حتى تجديد البيت. يعني على سبيل المثال بيبقوا عاوزين يفتحوا باب من البيت لمكان خلفي بيبقى فيه بعض المواشي والعيشه الريفيه. ما بنقدرش يعني احنا بنشيلش البيت بالكامل. بالزبط. لان لازم نسيب لهم جزء ريفي هم بيربوا فيه طيور وحيوانات والى اخره. بنلاحظ كمان جزء مهم جدا ان البيت هنا احنا بنعمل خشب وعازل بلاستيك عشان المطر، وبعدين طبقه اسمنتيه، فهنا البيت ده ينشا عليه بيت كمان. مش انا ما اقدرش اعمل بيوت خرسانات لان تكلفه عاليه جدا. طبعا احنا بنحاول نعمل تكلفه متوسطه، البيت يوصل ل 75000 جنيه في التكلفه دي، ولكن هو يقدر بانشاء. لان احنا لو هتفتكروا حضراتكم بالبيوت القديمه اللي في وسط البلد اللي هي القاهره الخديويه كلها بنفس الطريقه، السقف العالي الخشب وبعدين طبقه اسمنتيه وينشا فوق 4 أو 5 أدوار. هنا احنا بنقول عشان ما فيش اساسات كبيره بتتعمل للبيت تحت خرسانيه. يعني هنا في القاهره الخديويه بيبقى في اساسات خرسانيه وبينشا عليها 4 أو 5 أدوار. لكن السقف نفس فكره السقف بتاعنا هنا، احنا ما بنعملش ده هنا عشان ما فيش ممكن ينشا دور واحد. وبنبقى مبلغين ده ينفع ينشا عليه ولا ما ينفعش. ولو هنهد البيت ونعمله بشكل مختلف برضه بيكون حسب الاتفاق مع الاسره. وبالتالي بعد ما خلصنا المنظر اللي حضرتك بتشوفيه ده والبيوت بالشكل ده، بنبدا نشتغل على المشروعات التنمويه. حضرتك محتاج مشروع تنموي ايه؟ فالست دي النقطه بقى اللي بعد طورنا البيوت وعملنا التجديدات وجهزنا البيت كامل. مظبوط. بس الناس ما زالت حاسه ان هي لسه يعني. خليني اقول لحضرتك بقى الدوره الاقتصاديه هنا ايه. هنا الدوره الاقتصاديه ان انا بتكلم ان انا داخل القريه، انا ممكن القريه زي دار السلام دي نصرف فيها ما يقرب من 3 ل 4 مليون جنيه.
فدورة اقتصادية ان مبلغ زي كده ننزل القرية لازم الكل يستفيد. انا بجيب العمالة من قلب القرية فبالتالي انا طول الخمس ست شهور اللي شغال في القرية هم اللي بيشتغلوا هم بتلقوا رواتب يومية وببدأ اشتغل في ان انا بشتري رمل واسمنت وطوب وخشب بتاع الحديد بيشتغل وبتاع النجارة أيوة بيشتغل. الصورة دي قبله بعد انا اسف بالظبط هو نفس البيت على فكرة وهنا كمان الناس كان عندهم حالة من الفرحة عارف الانتماء بقى فكرة ان الدولة موجودة وفي وسطهم وان في فلوس زي ما اقول حاجة هي دورة اقتصادية دايرة داخل القرية طيب لقينا حد من البيوت دي مثلا انا عاوز مكنة خياطة انا عاوز راس مشاية انا عاوز كشك انا عاوز منشار خشب يعمل جيب ورشة خشب يعملها في قلب القرية احنا في دار السلام لقينا مصنع مهجور من زمان من سنين يعني خدنا المصنع بالكامل دلوقتي وشغالين ان شاء الله هيبقى في خلال شهر اغسطس هيبقى كامل المصنع هنعمل لهم فيه مكن نول والسجاد اللي هيطلع من المكن ده احنا اللي هنسوق مش هم اللي هيبيعوه ما يعرفوش يبيعوه لان للاسف احنا مثلا جنبنا قريه تونس في الفيوم بيشتغلوا في الفخار وبيشتغلوا في حاجات تانية بس عندهم سيده بلجيكيه بيعرفوا يسوقوا كويس جدا احنا جبنا نفس الناس اللي بتسوق دول هم هنا من منطقه سقاره في الهرم هم بيشتروا السجاد ده وبيصدروا جزء منه حلو جدا. وبالتالي انا ربطت له فكره الانتاج مع ان انا مجموعه فريق عمل من عندنا من صناع الخير هو اللي هيسوق معاك وحد منهم هيشكل لجنه من لانه بيشتغل فيه ما يقرب من 40 فرد من القريه ارامل على الايتام على غير القادرين وبالتالي بقى عندهم انتاج ودخل يومي ان شاء الله هنكون خلصناه خلال الشهور الحاليه دي احنا عايزين نصور بقى المصنع ده يا ريت ونصوره قبل كمان يعني لان احنا دلوقتي احنا داخلينه مهجور بالكامل هنطوره وهنبدا نعمل فيه المكن ده نشتري له المكن المطلوب وكمان احنا بدانا نفكر لهم بفكره المركز الشباب لان ما فيش في القريه خدمات حكوميه مطلقا وده كان شيء بالنسبه لهم صعب جدا ان احنا نمتلك المدرسه ولا وهي قريه في حضن الجبل في نهايه اطراف الفيوم في مركز يوسف الصديق 90 كيلو بعد مدخل الفيوم يعني اقرب مستشفى ممكن تكون بعد 10 او 15 كيلو وبالتالي احنا بنفكر مع الجهات المعنيه دلوقتي من السيد المحافظ ان شاء الله وزاره التضامن ايه الخدمات الحكوميه اللي نقدر نوفر لهم جزء منها او اقرب جهه حكوميه تكون للقريه نطور فيها مش ضروري داخل الحيز بتاع القريه يعني ممكن يكون اقرب قريه لهم 2 3 كيلو بالظبط فيخدموا على بعض بالظبط بالظبط الحقيقه احنا بنشكرك وقعدت دايما مجتهد انت وايضا كل فريق ربنا يخليك اشكرك مؤسسه صناع الخير والحقيقه الواحد بينبسط لما بيشوف نتيجه على الارض طبعا الكلام سهل لكن صحيح صحيح الفعل اصعب كتير ان شاء الله يكون في مزيد من الانضمام والتشارك والتضامن من كل فئات المصريين ان شاء الله في مبادره حياه كريمه واحنا بنشكرك مره ثانيه انا اللي بشكركم شكرا جزيلا نشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير يا فندم وجهد يعني مشكور حقيقي ومزيد بقى من التفوق والنجاح الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شاهدينا فاصل صغير نرجع لحضراتكم مره ثانيه استنونا بحضراتكم من جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين خلاص عيد الأضحى المبارك على الأبواب أيام قليلة جدا بتفصلنا عنه وطبعا ده عيد اللحوم يعني ده عيد اللحمة بالنسبة لنا والفتة والرقاق وحاجات كتير جدا معظمنا بيذبح وطبعا في عادات كتير غلط بنعملها ممكن تكون ليها تأثير فعلا سلبي على صحتنا وممكن يكون احنا واخدينها ان هي فولكلور وان هي عادات وتقاليد لكن سواء في الذبح او في تناول اللحوم بشكل مبالغ وفي ناس فعلا بتتناولها بشكل مبالغ بيبقى فيها اكيد ضرر على صحتنا وبتجيب لنا اكيد اكيد مضاعفات عشان كده احنا النهارده بنرحب بضيفنا دكتور محي المصري استاذ السموم الاكلينيكيه بكليه الطب جامعه عين شمس واللي هنعرف من حضرته كل ما يخص ايه هو الذبح وايه الفولكلور ده هل لسه موجود ولا لا حاجات كتير في عادات اكل اللحوم وطريقه تخزينها وايه ممكن يتاكل كمان معاها عشان يحمينا شويه من كل مشكلاتها خلونا نرحب بضيفنا اهلا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب كل سنه وانتم طيبين اهلا وسهلا اهلا دكتور صباح الورد منورنا انا هبدا معاك بس من اول هنعدي على كذا مرحله بس هبدا معاك من مرحله الذبح لانه احيانا في بعض العادات قد تكون ضاره ممكن يا استاذ حضرتك نروح نسمع راي الشارع في بعض عادات الذبح ونسألك بقى هل ده صح ولا غلط وهل يؤثر على جودة اللحمة ولا لا بعد التقرير ده أوه.
بتروح فين حضرتك في عيد الاضحى؟ في جزار عندنا هنا في العجوزه بابا حنوي والد عنده كل سنه. حضرتك بتتاكد ازاي من جوده اللحم؟ احنا الجزار بتاعنا ده معانا من زمان وهو دايما كل سنه بيجيب لنا الخرفان من الفيوم، واحنا عارفين ان اللحمه في الفيوم تبقى انضف حاجه واحنا مجربينه يعني فعن تجارب يعني، وطبعا الوالد خبره اكتر مني بكتير يعني في الموضوع ده. عامه لو هتذبح فانت طبعا بتتاكد ان الاول الحاجه اللي انت هتجيبها دي تكون صحتها كويسه وكده، ولو انت هتجيب لحمه من الجزار فيكون لحمه يعني يكون لونها وردي او لونها الاحمر الوردي الفاتح ده بنشوفها يعني. طبعا يعني احنا والدي يعني دكتور بيطري فبيديني معلومات عليها يعني مثلا هي الذبيحه بتبقى يعني واقفه كده كويسه يا صحيه شكلها يعني بيبان يعني. طبعا عندنا في البلد في قريه اسمها منشطر النطر عندنا فمثلا معظمهم بيبقوا جزارين وعندنا الحاجات دي بنربيها عندنا في البيوت وبنجيب عندنا التجار واخويا برضو بيتاجر فيهم فهو اللي بيذبح لنا هو اللي بيربيها عندنا في البيت من اول السنه اصلا بنبقى مهتمين بيها فبنربيها. بنذبح عند خالي هنا جنبنا جنب مستشفى الشرطه كل سنه بنذبح بقالنا كذا سنه على كده فهو المسؤول عن الكلام دوت يعني والعيله كلها بتتجمع نذبح واللي يبقى لله لله كده يعني. والله الكلام ده مع اطفال العيله بقى الصغيرين انت فاهم نقعد نجري ورا بعض بقى بالدم ومش عارف ايه ورانا الكلام ده انت بقى فاهم فرحه العيد ومش عارف نقعد نحط خمسات على الحيطان على حاجات جديده على عربيه مكنه واحد صاحبي مش عارف ايه الكلام ده كده. طبعا خروفي بيتذبح الدم بيبقى على الهدوم وعلى الحيطان وكده بنحس ساعتها بفرحه العيد انت فاهم انت الدم على الجلابيه وفي الشارع ولا في ايدك ولا في وشك كده يعني. بنذبح مع الاهل يعني قدام البيت وكده الجزار بيجي بيذبح قدام البيت يعني وكده علشان الدم وتعلم على الحيطه والكلام دوت يعني. انا ضد الموضوع ده خالص في الموضوع ده بصراحه يعني وغير قابل لحكايه الذبح في الشارع دي نهائي 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 لان احنا دلوقتي ما شاء الله يعني احنا عايزين نتقدم ونبقى كويسين ونبقى شعب نظيف وشعب محترم فانا شايف الذبح في الشارع دي حاجه مش تمام بصراحه يعني. احنا بنشتري من الناس بنبقى عارفينها بيبقى هم بيربوا الحاجه وبيبقى حاجزينها من قبلها بفتره يعني مثلا بقى لنا شهرين ثلاثه بيربوها احنا حاجزينها من قبلها بفتره مطمنين انها كويسه يعني. هو الحاج بيطلع الارياف بيجيب اللحمه بيبقى من قبلها مختار الذبيحه اللي هتتذبح عارف هي بتاكل ايه موجوده فين قبلها بكذا شهر عشان يتاكد من الجوده بتاعتها. ذبح في الشارع عاده قديمه فما تقدرش تقول ده غلط ومش غلط ده صح او مش صح هي عاده من زمان والذبح من مع انها برضه عاده مش كويسه يعني ان يكون الاضحيه سليمه ما فيهاش اي عيوب مش عند يعني ما تكونش فيها عيوب في العيون يعني تكون سليمه بنسبه 100%. دكتور يمكن رجعنا بعد ما شفنا مع حضرتك التقرير ده وشفنا اراء الناس وفي ناس بتقول ان هي مع ان هي تذبح عند البيت وتحط ايديها في الدم والاطفال يجروا بالدم ويحطوا ايديهم خمسه وخميسه على الحيطان وهكذا وفي ناس طبعا كانت ضد الموضوع ده. انت ايه رأي حضرتك بس حضرتك رايك ايه؟ وانا رايي ان الغريبه هنا هو ان هم حوالي 20% فقط اللي هم رافضين صحيح ان هو النسبه السلوكيات الذبح في الشارع وطبعا دي عاده غير ادميه يعني انا النهارده لما باجي بذبح في الشارع طيب انا هتخلص من النفايات دي ازاي من الدم ده ازاي ما هو الدم ده ماده عضويه وقابله انها تصاب بعدوى وتنقل العدوى الى الاخرين في المنطقه غير العفن اللي هو غير التعفن او التحلل والريحه اللي هتطلع منها سواء دم سواء مخلفات اخرى والى اخره. هل احنا مستعدين لكده؟ لا طبعا مش مستعدين. ويعني لو كان زمان لو في كانت عادات قديمه وكانوا بيدفنوا هذه النفايات انما احنا هنا هندفنها فين؟ في الشارع نحفر اسفلت لا طبعا بينتشر كمان وانت بتقعد انا يعني حضرتك عارف الدم بينتشر وبيفضلوا بينتشر والذباب يجي عليه والمشاكل انا عايز اروح هتقول لنا عشان الناس تخاف احنا عايزين نخوفهم ايه الخطوره المباشره من ده؟ الخطوره المباشره اولا انا ارتضيت ان انا بذبح في خارج السلخانه بدون ما اكشف على الذبيحه بدون ما اعرف ان هي مريضه ولا غير مريضه
تركت المخلفات في المنطقة اللي هي أهلة بالسكان واللي هي اللي هم نفسهم هيصابوا بالعدوى. مفيش ذبيحة إلا من بوس هتلاقيها حواليها كم من الذباب اللي هو ناقل للأمراض. مفيش دم أو مادة عضوية هتتساب في الجو العادي ده وحتى ولن تصاب بعدوى، لا ستصاب بعدوى وستنتقل هذه العدوى الى السكان المحيطين بها. غير الـ لو هم وصلت لهم في جوفهم او لو اكلوا لهم في يعني لو اكلوه لو دخل في وسط الاكل. يعني لو احنا لو اساب الذبيحه لفتره من الفترات فتره كبيره خارج الثلاجات او خارج في ناس بتبقى معلقه وتسيبها معلقه كده طول اليوم او لغايه ثاني يوم او يعني احيانا تاني يوم العيد ببص الاقي في ناس برضو لسه بتشتري. طب ده خطورته ايه؟ خطورته ان انا العوادم طبعا وكل شيء في الجو بيخش بالذباب بكل حاجه. ما هو الخطوره هنا يعني اول حاجه احنا بنخاف منها اللي هي الاصابه بالفيروسات بالفيروسات والبكتيريا والبكتيريا اكتر اللي هتنتقل بالتالي لجسم الانسان لما ياكلها. هتنتقل اليه لما ياكلها طبعا. وفي انواع من البكتيريا كتير. في بكتيريا بتصيب فوريا يعني في ظرف ساعات يعني وفي ممكن تاني يوم او تالت يوم تظهر بعد كده. دكتور طب احنا هنا اتكلمنا على الناس اللي بتذبح في الشارع وطبعا بينا قد ايه خطوره هذا الموضوع. طب في ناس بقى بتذبح وكمان بتجيب الاطفال تخليهم يحطوا ايديهم في الدم ويعني كان نوع من نوع العادات او الفولكلور او كده يحطوها على الحيطان على العربيه على الهدوم يعني وبيفتخروا ده. وشفنا يمكن حتى في التقرير بعض الشباب قال لك يعني من باب الفرحه. فمدى خطورة هذه العادة على الأطفال والإنسان بشكل عام؟ هي نفس الخطورة اللي هي التلوث. يعني هل التلوث هنا أكتر لأن ده دم بقى يعني هو ماسك الدم بإيده؟ ماسك الدم بإيده و يعني ما هو ده نوع من التلوث. يعني أنا عرضت الطفل ده إلى المادة العضوية اللي هي قد تكون مصابة بالبكتيريا. هنا الطفل ده لو وصل ايديه واكل بيها او ما غسلهاش كويس هيصاب بالبكتيريا. ما فيهاش كلام يعني. طيب خلينا ننتقل بقى من العادات الخاطئه للذبيح وحضرتك يمكن وضحتها اكتر لمشاهدينا الكرام. خلينا ننتقل لكميات اللحمه اللي بتتاكل خلال ايام العيد المبارك. ويمكن الناس تبقى عندها يعني عيد يعني لحمه يعني اكل كتير. احنا المصريين دايما اي مناسبه عندنا بناكل فيها. نصحى الصبح لسه بقول لحسام الصبح في الانترو بعد صلاه العيد نرجع ناكل فته. فحضرتك رأيك إيه في كمية اللحوم اللي بتقدم في خلال الثلاثة أو أربع أيام العيد؟ والله الأكل عموما بيدي مزازة أو فرحة في العيد نوعية الأكل وليس كم الأكل. هنا نرجع نقول برضو زمان التخمة قد تقتل الإنسان إنما الجوع لا يقتله. صحيح. التخمة تقتله. ان انا اكل واكبس نفسي كتير يعني. الانسان الطبيعي يعني بيحتاج لبروتينات حوالي جرام على كل كيلو. دكتور عفوا في يعني السؤال يعني ده يعني الشخص 70 جرام يعني شخص 70 كيلو فهو محتاج 70 جرام 70 جرام بروتين. بيوازوا في اللحوم لو اكل اللحوم بس بيوازي في اللحوم يعني حوالي ما يوازي 250 جرام لو ما خلش اي لحوم اخرى اي بروتينات اخرى. بس طبعا البروتينات يعني هو بتقسم جزء منها لحوم يعني اخد 100 جرام لحمه وجزء بقول وجزء بقوليات زي الفول وجزء الاخر انت كده ولا كده بتاخده لبن البان بيض جبنه. انت صحيح. اكيد اثناء النهار بتوصل الى اكتر من 70 جرام بروتين. لو انت اخدت اكتر من كده اهو هيتصاب بالتخمه. انت هيبقى عندك غير قادر جسمك وتهيئة انزيمات جسمك ان هي تهضم هذه الكمية اكبر. فهتستنى الاغذية داخل الامعاء بتاعتك مدة اطول ولن تقوى ان هي تهضمها الا بعد مدة طويلة. طول الفترة دي كلها انت خامل. انا خامل جدا لان كل الدم بتاع جسمي مواجه للجهاز الهضمي. فقدت نشاطي. يبقى انا فضلت في العيد اكلت اوكي وهيئت نفسي ساتيسفايد فور
فيو سكندز او فيو مينتس, وبعد كده في النهايه فضلت حصل لي مشاكل كتير في تخمه او مش قادر كوما ولا اقوم بنشاط او مش كوما يعني, بس هيبقى في فتيك. في ناس بتاكل يا دكتور اكتر, وبالاخص احنا بنتكلم في لحمه العيد بقى بتبقى مليانه دهون, والناس اللي بتحب تشوي كده. وهكذا ما ده عشان ياخدنا لطريقه الطهي. هل طب ممكن اقلل من حجم الكارثه بطريقه بتشوي مثلا؟ هو الشوي بصفه عامه افضل ليه؟ اولا الشوي انا بالعكس, انا في الشوي انا بتخلص من بعض الدهون الحيوانيه اللي هي موجوده وما بضيفهاش. يعني انا لو انا بعملها في فرن او بعملها مقليه او غيره يعني بالعكس انا اضيف دهون, انما بالشوي انا بتخلص في جزء من الدهون. احنا نرجع نقول تاني برضو ايه اللحمه عباره عن. اللحمه عباره عن خلايا عضليه, عباره عن دهون, الجدار بتاعها عباره عن فوسفوليبيد يعني دهون زائد بروتينات. كويس. نسبة الدهون هنا هو أي لحمة حمراء نسبة الدهون فيها 50% لو حمراء من الدراي ويت من لو حمراء اللي متشفية كويس دي اللي متشفية اللي احنا بنفكر ان دي بقى كده 90% أبسط حاجة امسكي اللحمة بإيديكي وهي حمراء اوكي دي 50% دهون, شوفي اذا كانت ايديكي هتلاقيها ده مدهننة كده طبعا. أما لو مش حمراء يا دكتور بتبقى قد ايه؟ لا هتوصل 70% ياه. انا ما اعرف المعلومه دي, انا كنت اصلا انا يعني انا ما اعرفش اكل اللحمه الا حمراء خالص, بس ما كنتش متخيل دي فيها لا طبعا فيها دهون, فيها نسبه دهون عاليه. اي لحمه اي لحم فيه دهون. طب في بقى ناس اللي بتحب اللي هي الضاني بقى والليه بقى يا دكتور والحاجات اللي بيسموها الفواكه والحلويات وكده, بيقول لك دي بتدي طاقه وليها فوائد صحيه احيانا. هي انت عارف انك في طبعا هي بتدي طاقه وبتدي يعني الضاني ليه اكله بترم العضل بيقول لك بيقول لك ترم الضاني ليه اكله بس يفضل ان هو طالما دخلت في الضاني يبقى اعمله مشوي يبقى افضل مشوي. ففعلا الضاني في المشويات افضل وحتى يعني اي اكل مشوي لو اضفت جزء منه ضاني هيبقى هيدي ريحه ومزازه في الاكل يعني مش موجوده في اللحمه الحمراء الصرف. حلو. طيب احنا عشان وقتنا قرب يخلص في دقيقه كده, انا عايز اكون في العيد باكل ومبسوط من كل حاجه وفي نفس الوقت ما يكونش الموضوع تقيل. في دقيقه كده اعمل لي ترتيب يوم, فطار غدا عشاء, فطار غدا عشاء لكل الناس كده كميه حتى تنبسط بالاكل وفي نفس الوقت ما تتضايقش عشان يعني عملناها عملي. يعني في العيد انا لا افضل ان الشخص ياكل اكتر من ما من حوالي 250 جرام في اليوم من اللحم. كم 250 جرام. 250 جرام يعني ربع كيلو. ربع كيلو وده يعتبر كمان كتير يعني في اليوم يا دكتور. لان هو لان انا بعتبر ان هو بياخد بيض وبياكل بيشرب لبن وبياخد بعض البقوليات وبياخد فستق يعني بينوع من مصادر اخرى من البروتينات. حلو. ف 250 جرام في اليوم ده كافي جدا. ده يا دكتور ده الناس تفطر لحمه مفتة. ما هو لو فطر لو عايز كعاده ويشارك في اللحمه يبقى جزء بسيط جدا مع كثير من السلطات مع كثير من الخضروات اللي هتساعده ان هو يهضم اللحوم. لو ما كانش يعني نكثر من السلطات والخضروات وكل ما هو اخضر بجانب اللحوم عشان كل ما هو مزروع يضيفه على جزء بسيط من اللحم. المفروض ان هو اللحمه لا تزيد عن 20% من طبقه و80% عباره عن خضروات وسلطات وفواكه. طب لو عايز اكل فته ما يمشيش معايا ماله تاكل فته وتاكل مكرونه في الفرن وتاكل كل اللي انت عايزه بس بكميات ضئيله. كميات ضئيله اللي هي تقريبا قد ايه؟ يعني خمس ست معالق مثلا. خمس ست معالق بالظبط. بالظبط خمس معاهم يعني معاهم حتتين لحمه صغيرين ده واللحوم قطعتين لحمه. دكتور سريعا انا اسفه انا عارفه الوقت سريعا انا بس على سياق هذا الكلام انا كنت بكشف عند الدكتور من كام يوم فبيسالني بتاكلي بروتينات كويس بتاكلي لحوم فقلت له المعدل الطبيعي راح ردد عليا رد غريب جدا قال يعني مره في الاسبوع. فهل المعدل الطبيعي يقارن بمره في الاسبوع؟ يعني هل اللحمه احنا المفروض نقلل منها للدرجات دي؟ لا اللحوم عاده بتدينا بروتينات احنا محتاجين بروتينات في البناء.
كويس. احنا كلنا لغايه ما بنبني في خلايا زي خلايا الدم مثلا اقل بكتير جدا من الشاب اللي هو او الطفل اللي هو بينمو. اوكي. انما احنا محتاجين بروتينات اكتر فيجيتيريان يعني اكتر من النباتيه زي الفول. اوكي. قليل جدا مره او مرتين في الاسبوع من اللحوم. تمام. ليه؟ ان هي ممكن تمدنا بالاحماض الامينيه الاساسيه. اللي مش هتلاقيها في الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هي موجوده في النباتات. وقليل من الكربوهيدرات كده وقليل من الكربوهيدرات ده طبعا. ماشي. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، نورتنا واسعدتنا بنصايحك، وزي ما قال الدكتور التخمه قاتله، الجوع لا يقتل. وحضرتك في اليوم صحح لي 250 جرام لحمه في اليوم، وزعها بقى الصبح وزعها بالليل، انت حر بس هتزيدش عن كده لإلا هتكون بقى يعني هتقابل ما لا يسعدك ولا يرضيك زي ما بيقول. نشكرك مرة تانية يا دكتور. شكرا جزيلا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير. دكتور محسن استاذ السموم الاكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، ومرة تانية ميرسي. هابي بيرثداي، عيد ميلاد سعيد، وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حسام، نورتنا يا دكتور. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا خلصت حلقتنا، ان شاء الله هنشوفكم بكره في نفس الميعاد، وصباحكم صباح الورد.